عسلامة. الفيديو متاع اليوم جيت باش نحكي لكم على الكتب اللي انا بديت بيهم نقرا موراكامي، على خاطر موراكامي ماهوش تخيز اكسيسيبل وفما عباد تحبو برشا وعباد ما تنجمش تقرا له، دونك قلت خليني نقول لكم على الكتب اللي انا بديت بيهم، بلكش تنجموا تتبعوني وبلكش تبدلوا رايكم وتحبوه. به اول كتاب بديت بيه اللي هو South of the Border West of the Sun، اللي هو يعتبروه contemporary fiction. الحقيقة ما نتفكرش على شنو يحكي الكتاب هذا، أما اللي نتفكره اللي أنا حسيت بسنساسيون محليها على الأخر، لازمني دونك نعاود نقراه باش نقولكم على شنو يحكي. الكتاب اللي من بعد اللي هو After the Quake Collection of Short Stories، دونك فيه تيمونياج شنو صار دونك في الزلزال. الكتاب اللي من بعد اللي هو نون فيكشن اوتوبايوغرافي لموراكامي، اللي هو اسمه What I Talk About When I Talk About Running. الكتاب هذا يحكي على فلسفة موراكامي في الحياة، يحكي على غرامه بالموسيقى، غرامه بالسبور، غرامه باللي ماراتون، وكيفاش هالغرام هذية خليه يعمل روتين متاع إكريتور ويواظب باش ينجم يكتب برشا كتب. ولا موراكامي معناها ما كانش لهدوي، معناها لا يحب يكتب ملي هو صغير لحتى شيء بالصدفة، معناها ولا كاتب. دونك في الكتاب هذايا فما لي ديتاي الكل، ننصحكم تقراوه على الاخر. الكتاب اللي من بعد هو Man Without Women، اللي هو كيف كيف collection of short stories. الحقيقة مش short stories الكل عجبوني، اما عجبني Drive My Car واللي هو صارت له ادابتاسيون سينماتوغرافيك عندها نفس الاسم، ننصحكم تتفرجوا فيها على الاخر. ايتوز اميزين، وديجا الفيلم خذا برشا جوائز، جايز احسن مخرج، جايز احسن ممثل، جايزة في الاوسكار زيدا، دونك ننصحكم بها على الاخر. اللي من بعد هير دوين سينج، اللي هو اول كتاب كتبه موراكامي، اما الحقيقه ما حسيتش روحي عجبني برشا الكتاب، وبرشا عبيد معناه ما يعجبهمش، اما كي تقراه تكتشف معناه لافونسمون متاع موراكامي، كيفاش تطورت كتيبته وكل شيء. وهو تابع التريلوجي ولا ذا ريت تريلوجي، ولا فما شكون يسميها ذا ريت سيريز، اللي خطر فما هو دانس دانس دانس، هو مش تابع تريلوجي اما مربوط بالكتاب الثالث. اللي قريته من بعد اللي هو The Wind Up Bird Chronicles. الحقيقة الكتاب هذا عجبني برشا، على خاطر من فكرة صغيرة متاع قطوس يضيع، وبعد مرته الراجل ضيع، وبعد هو باش يمشي يلوج عليهم. دونك وكتاب معناها من حكاية بسيطة تكون الكتاب هذايا، دونك فوالا موراكامي لو جيني دو موراكامي. الكتاب اللي من بعد اللي بون زوز كتب قاعدة نقرا فيهم توا، اللي هما La fin des temps و Killing Commendatory. بون الحقيقة الزوز عجبيني لحد الآن وقريتهم سهلة، ما زلت في الديبو وهما طويل شوية دونك لازمهم شوية وقت، ما عجبيني I'm enjoying من هذا. قريت زيدا اللي مات Birthday Girl اللي هي short story. قريت زيدا في الصيف نتفكر روحي قريت سمي اللي هو على شنو يحكي. يحكي على امرأة تعاني من الانسومني، وفك البريود هذيك رجعت لليزابيتود اللي هي تحبهم، ورجعت تقرأ الكتاب المفضل عندها اللي هو أنا كارينين، قرأته برشا مرات، ورجعت معناها تحب روحها، تحب الشوكولا، تحب الفان. دونك الحاجات اللي كانت تركتهم قبل تفكرتهم في البريود هذيك. الخلاصة من الكتاب هذا شنية، اللي احنا ساعات نهملو ارواحنا، وساعات ويجينا ايفينمون بولفيرسون
يخلينا نفيقه ونرجع للزابيتود اللي احنا معناها نسيناهم، نولي نتلهو برواحنا، نرجع للهوايات متاعنا، نعملو سيلف كير روتين، نعملو سبور اكسيتيرا. دونك شنو اخر؟ زيد قريت شورت ستوري ليليفون سي فابور، تحكي على ديسباريسيون دون ليليفون وكل زيد محلاها. وليمات قريت بيرثدي جيرل كيما قلت لكم، يحكي على طفلة عمرها 20 سنة، دونك ولا معناها نهار عيد ميلادها عديتو سامبل على الاخر، تخدم از ويتر في ريستوران، ومول الريستوران هذيك قالها ما يكوش، ونخليكم تكتشفوا شنو مش يصير بقى الطيارة على الاخر. زيد الشورت ستوري هذية وفيها موجود معنى كتاب صغير في ديزيلوستراسيون كل شيء. دونك اللي ناوية نقراه من بعد شورت ستوري شنو اسمه؟ لترانج بيبليوتيك، فوالا. ونكمل بالطبيعة على فان دي طان والكيلين كومونداتوري، ونعطيكم رأيي فيهم بالطبيعة، نعمل لكم دي ريفيو، وإن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو متاع اليوم، وإن شاء الله تكون بدلت لكم رأيكم في الكتب متاع موراكامي. وباي باي.